هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. واجه فريق الوداد الرياضي ضيفه فريق الجيش الملكي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء اليوم الجمعة على الساعة 10 مساء بالتوقيت المغربي. تمكن فيها فريق الوداد الرياضي من الفوز على نظيره الجيش الملكي، وتمكن فريق الوداد الرياضي من الفوز بنتيجة 3-0 سجل الهدف الأخير في الدقيقة الأخيرة من اللقاء حيمود بعد تسجيل جبران للهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90، في حين افتتح غايم بنزا التهديف في الدقيقة 25، وبهذا يعود فريق الوداد الرياضي ليحتل صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 50 نقطة إلا واحد. قلبي يجولك شمعة تبرق عبر بشير وجهك. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.